السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة. وضع قانون المعاشات الجديد مجموعة من الشروط لاستحقاق المعاش، كما وضع شروطا أيضا لاستحقاق الابن أو الابنة المعاش، ومنها ألا تكون الابنة متزوجة وألا يكون قد تخطى الابن 21 عام كشرط أساسي لاستحقاق المعاش. لكن قانون المعاش الجديد وضع استثناء لحصول الابن الذي تخطى 21 سنة على المعاش، حيث تضمن القانون 3 شروط بتوافرها يمكن للابن أن يحصل على معاش، وذلك استثناء من أحكام القانون. جاءت الشروط لاستحقاق للمعاش للابن بعد سن 21 سنة وفقا لقانون المعاش الجديد كالآتي: العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوز لا تجاوز مرحلة، الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن 26 ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، الحصول على مؤهل نهائي لا يجوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاوله بمهنة ولم يكن قد بلغ سن 26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن 24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، لئلا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، عدم بلوغ سن 26. أما شروط استحقاق المعاش المتوفي، أما بالنسبة لشروط استحقاق معاش المتوفي وفقا لقانون المعاشات الجديد فجاءت كالتالي: الأرملة، يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي، تعتبر المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيين: المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر ب100 يوم من تاريخ الطلاق، المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها، الأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائي بات ويقبل إثبات الزواج بالإعلام، ألا يكون متزوجا بأخرى من تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، الابن يشترط الاستحقاق أن يكون قد بلغ سن 21، ويستثنى من هذا الشرط ما يأتي: البنت ألا تكون متزوجة، الوالدان يستحقان المعاش بدون شروط وفقا لقانون المعاش الجديد، الإخوة والأخوات ألا يكون أي من الأولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، ألا يكون الأخ أو الأخت دخلا من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه من المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل، ألا يكون الأخ أو الأخت ووالد وابن أو بنت متوسط دخلهم جميعا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، أو يعتبر مهان هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير وفقا للقانون المعاشات الجديد. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.